السرعه امتى كانت فورورد وامتى كانت باكورد. فورورد يعني حركه للامام، وباكورد حركه للخلف. عشان افرق ما بين اتجاهين متعاكسين هفرق عنهم عن طريق الاشارات الرياضيه. عندي كام اشاره؟ اشاره موجبه واشاره سالبه. فانا عايز اطلع الفترات الزمنيه اللي فيها الجسم بيتحرك فورورد يعني بوزيتيف، خلاص، وعايز ايه النيجاتيف. بوزيتيف يعني كل الفترات اللي فوق المنحنى. تعالى هنا كده، الفتره كام؟ من صفر لكام؟ واحد. ومن خمسه؟ سبعه. يبقى انا هكتب دلوقتي عند الفترات الزمنيه تي اكبر من صفر واقل من واحد، والفتره الزمنيه تي اكبر من كام؟ خمسه واقل من كام؟ سبعه. ممكن تكتبها كده صفر واحد عادي، تمام؟ وممكن تعمل اكبر منها من صفر. طيب الفترات اللي تحت؟ تي اكبر من واحد واقل من كام؟ من خمسه، تمام؟ كانت طلعت ايه الفترات اللي الجسم كان ماشي فيها فورورد، والفترات اللي كان ماشي فيها ايه؟ عن طريق الايه؟ الاشارات. طيب سبيد اب وسلو داون. سبيد اب يعني السرعه ايه؟ تزيد. عندي فيها حالتين، الزياده ديت هتحصل في حالتين، ركز بقى معايا. تكون بوزيتيف، تمام؟ وانكريز، خلاص؟ او نيجاتيف ديكريز، يعني موجب وموجب وسالب. بوزيتيف يعني هنبص فوق ولا تحت؟ فوق. ده كده بيزيد؟ لا ماليش دعوه بيه. ده كده بيزيد من خمسه لكام؟ يبقى اكبر من خمسه واقل من كام؟ من سته. سبيد اب بيحصل سبيد اب، ماشي؟ ده كده ايه؟ بيزيد، ماليش دعوه بيه. تعالى نبص تحت. نيجاتيف يعني هنبص تحت. اهو. خلاص كده؟ من كام لكام؟ من واحد لاثنين. اكبر من واحد واقل من ايه اللي بيحصل في السرعه في الحاله ديت؟ سبيد اب، ماشي؟ هي بتقل لك كقيم بس بتزيد، خلاص؟ السرعه ايه؟ بتزيد. سبيد اب هي بتزيد بس في اتجاه عكس. اتجاه العكس، ماشي؟ سلو داون، هتفهمنا بقى من سلو داون. خلي الاثنين دول زي ما هم، بوزيتيف ونيجاتيف، واعكس الاثنين التانيين، يعني بوزيتيف وايه؟ وديكريز، ونيجاتيف؟ تعال نبص بوزيتيف، هنبص فوق اهو، من الثلاثة صفر لواحد، صفر، صح؟ أيوة. ومن خمسة لكم؟ خمسة لسبعة، من خمسة لسبعة، ستة لسبعة، ستة لسبعة، خلاص؟ طيب، نيجاتيف وانكريز، أيوة. من كام لكام؟ مش عايز حد بقى يتلخبط ويقول لي ازاي بينكريز؟ لا، هو القيمة بتاعت سالب 4 ولا القيمة عند الصفر؟ بين الكبير سالب 4 ولا صفر؟ صفر الأكبر، فبنقول إن القيمة بتزيد، بس إيه اللي بيحصل في السرعة؟ رايحة لمين؟ رايحة للصفر، فبيحصل إيه بقى؟ سلو داون، ماشي كده؟ ده رايح لمين؟ رايح للصفر، فبسلو داون، وده رايح للصفر سلو داون، وده كمان رايح للصفر سلو داون. ماشي؟ ودي الفترات العامة. طيب تعالى نطلع الاكسلريشن، فترة الاكسلريشن. الاكسلريشن عشان تطلعها لازم تفهم مفهوم، هي مين الاكسلريشن؟ يعني احنا كنا عارفين ان هي عكس، بس ايه؟ ميل مماس السرعة. هي مين؟ ميل مماس السرعة، اللي هي التفاضل بتاعها. وعشان تطلع ميل مماس لازم تفهم الخطوط المستقيمة. عندك كام خط مستقيم؟ عندك خط مستقيم بزاوية حادة، وخط مستقيم بزاوية منفرجة، وخط مستقيم أفقي. اللي بزاوية حادة ميل موجب. اللي بزاوية منفرجة ميل ايه؟ سالب. والافقي ميل ايه؟ صفر. مش كده؟ فانت لو بصيت على الخطوط المستقيمة اللي عندك هتلاقي عندك ده كده خط. هل يا باشمهندس هقسمه خطين، حتة في الموجب وحتة في السالب؟ لا، ده خط مستقيم على بعضه. يبقى ليه نفس الميل. ماشي؟ وده كده خط مستقيم على بعضه. وده كده خط مستقيم على بعضه. ده كده خط مستقيم على بعضه. ده كده خط مستقيم على بعضه. خمس خطوط. كل خط عايزين نعرف ايه؟ هو موجب ولا سالب ولا صفر؟ هشوف الزاويه بتاعته، ده الزاويه بتاعته. وده الزاويه بتاعته، وده الزاويه بتاعته. فهنمسك اول خط، الخط ده اللي هو بيمشي من صفر لحد اثنين، بزاويه ايه؟ يبقى نيجاتيف، يبقى التي اكبر من صفر واقل من اثنين. كانت العجله مالها؟ سالب. تعال الخط ده. سرعه ثابته، يبقى العجله صفر، يبقى التي اكبر من اثنين واقل من كام؟ تعال الخط ده بزاويه ايه؟ حادة من 3 لكام؟
بست زي بالعجله كانت ايه مجمد من 3 ل 6 ماشي. طب تعالى بقى في فتره الايه دي بزاويه ايه الفرق من 6 لكام؟ 6 ل 7. خلاص تاني العجله بتمثل ايه؟ بالمماس دي والمنحنى اللي هو متداولي المنحنى ايه؟ يبقى انا هجيب ميل من المماس. طب عندك كام نوع من الميل؟ 3 ميل موجب وميل سالب وميل صفر. هعرف على حسب ايه حاله الخط اللي موجود عندي بزاويه حاده منفرجه او خط ايه؟ خط بيدور على الفي ماكسيموم عند اقصى سرعه. سرعه هنا ب3 وسرعه هنا بكام؟ سالب 4. فانا هقول له ان عندك اقصى سرعه بتساوي 4 متر على الثانيه في حاله ان الجسم كان بيتحرك ايه؟ باكورد في الفتره الزمنيه اكبر من 2 واقل من كام؟ اكبر من 2 واقل من كام؟ رقم 2 من 7 ل 9 الخط الاخير خلاص في الزيرو. يبقى دي اكبر من كام؟ 7 واقل من كام؟ 9. لان السرعه عندك بصفر يبقى العجله بكام؟ بصفر. عايز الفتره الزمنيه اللي الجسم توقف فيها اكتر من لحظه زمنيه، هي السرعه هنا وصلت لكام؟ صفر. السرعه هنا وصلت لكام؟ صفر. امال هنا ايه اللي حصل؟ صفر وتنية واقف. يبقى في فترة زمنية كام؟ دي بتساوي صفر. دي أكبر من كام؟ 7 وأقل من كام؟ 9. خلاص؟ المسائل دي من المسائل المهمة لازم تركز عليها.